السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس نزل تحديث في السيرفرات التجريبية BTR لعبة Overwatch، وأهم حدث تضعيف خاصية التراكينج لسلاح مويرا تحت مسمى Poetic Grabs. ففي الوقت الحالي على جميع المنصات يوم تأيم قريب من الهدف، الليزر الخاص في هذا السلاح يتجه مباشرة تلقائي من نفسه نحو الهدف كيف ما ظهر قدامكم. لكن في BTR إن أيمت قريب من الهدف ما ينفع، لازم تأيم مباشرة على الهدف. وأيضا تم تحسين خاصية الفيد لشخصية مويرا، وهي عملية الانتقال السريع. حاليا في اللعبة ما يمديك انك تنتقل من خلال هدف معين، اما في BTR يمديك تنتقل من امام هدف معين وتنتقل نحو الطرف الثاني، شيء جدا ممتاز. اذا كان مثلا قدامك تانك يغطي مثلا بوابة معينة، يمديك انك تخترقه وتتجه نحو الصوب الثاني. وايضا تم اضافة الاظافر الذهبية لشخصية مويرا في اثناء تذهيبك للسلاح. وأيضا في BTR تم إضافة زر لمسح جميع الأشياء الجديدة اللي أنت حصلت عليها. مش لازم أنك تدخل على شخصية تشوف الأشياء الجديدة، ضغطة زر واحدة تمسح جميع الأشياء. وفي الأخير تم إضافة خريطة بليزرد وورد، والمقررة إن شاء الله أنها تنزل بدايات 2018 على جميع المنصات. الخريطة جد جداً رهيبة وممتعة، لكن اللي يعيب BTR أن عدد سيرفراتها جداً قليل، فيوم تنزل شخصية جديدة أو خريطة جديدة يجي عليها الضغط خرافي، فالبينج عادي يوصل 250، 210، 200، 180، 190، يعني يوصل على هذا الحدود. فصراحة النعمة الواحد يلعب تحت ضغط ونرفزة. ثاني شيء صار لي تقريباً الحين 3 أيام ألعب بشخصية أنا أحاول أرجع الإيم عشان أدخل السيزن السابع. كيف ما تعرفون السيزن السادس ما دخلته، السيزن الخامس لعبت السيزن الخامس وقعدت أكثر وقتي في Overwatch في السيزن الخامس، لكن يوم انتقلت للبي سي ما كملت السيزن الخامس في البي سي عشان لأني ما كنت متعود على التحكم هناك. السيزن السادس ما دخلت لأني أعتقد أني بس مغثة السيزن الخامس يكفي، فعشان كذا ما لعبت السيزن السادس. السيزن السابع إن شاء الله بحاول أخش فيه بالأيدي الجديد اللي قدامكم. طبعا مسوينا عشان أدخل فيه الكم ما يكون تركيزي على الكم، بس مجرد طقطقة وأطلع طقطق وأطلع. طبعا طقطقة من باب اللعب مش من باب التخريب. وصلنا نهاية المقطع، أتمنى هذا المقطع ينال إعجابكم، واعذروني على قصر المقطع لأن المحتوى التحديث كان جدا قصير. اكتبوا لي في الكومنت شو تبون اللعبة الثانية ننزلها، مثلا في لعبة معينة تبون ننزلها حطوا لي تحت في الكومنت، نحصلكم مقاطع ثانية إن شاء الله. السلام عليكم. My ultimate is charged. Okay.
Everything. Victory!